أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم من جديد في فقرة جديدة من فقرات كلام ودي. كسعوديين ما كنا نعرف أي علاقة أو جذور تربطنا بالمسيحية، فالتاريخ العربي الإسلامي ما أبدأ أي اهتمام بالمسيحية بين العرب، فما كنا نسمع عن تواجد للمسيحيين في الجزيرة العربية إلا على استحياء، واحتمال يكون السبب أن لا يقال إن الإسلام أخذ شيء من المسيحية. تعتيم فصلنا عن تاريخنا وحقيقتنا وجذورنا الإيمانية. كنا نتعجب وجود مسيحيين من أصول خليجية في الكويت والبحرين، ونقول أكيد هذول أصلهم مش خليجي، ونتعجب أكثر إذا سمعنا أسماء عائلات معروفة في مجتمعنا لها مفهوم أو دلالة مسيحية، مثل الراهب أو المسيح أو الصليبي أو القس. وكنا نتساءل كيف جات ذا الأسامي في مجتمعاتنا. كنا كذا حتى عام 1986، وقت تم اكتشاف أطلال كنيسة مسيحية موجودة غرب مدينة الجبيل شرق السعودية، كنيسة ترجع للقرن الرابع الميلادي، يعني موجودة قبل دخول الإسلام بما يقارب من 200 سنة، كأكبر شاهد على التواجد المسيحي القوي شرق الجزيرة العربية قبل دخول الإسلام. اكتشاف سبب صدمة وهزة في أوساط المجتمع السعودي، وخلاهم بين مصدق ومكذب. عشان كذا طلب عدد كبير من المشايخ أنها تهدم ويطمس أثارها نهائيا. لكن أبشركم الكنيسة موجودة إلى اليوم، لكن ممنوع زيارتها. ومن هنا حبيت أقدم لكم حلقة خاصة نتكلم فيها عن التاريخ المسيحي في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، واللي كانت تعج بالكنائس والرهبان والأساقفة والأديرة والأبرشيات. فقد كان العرب من أوائل من قبل دعوة السيد المسيح، واحتمال كبير يكون بعضهم احتك بالمسيح مباشرة أثناء تنقله بين المدن. ويعتقد أن بعض العرب عرفوا السيد المسيح شخصيا وربما تغيروا على يده، لكن المؤكد هو وجود عرب في القدس حين حل الروح القدس على التلاميذ الاثنى عشر، مثل ما هو مذكور في سفر أعمال الرسل. كما أن الكثير من المؤرخين يؤكدون أن المسيحية انتشرت في الجزيرة العربية بواسطة بعض تلاميذ السيد المسيح أو من خلال أحد السبعين رسول، فلاقت بشارة الإنجيل قبول مميز جدا في كل أنحاء الجزيرة العربية. فبدأ الانتشار المسيحي في الجزيرة العربية مع بداية بشارة السيد المسيح، لكن بلغ ذروته في القرن الرابع والخامس وحتى دخول الإسلام. فدخل في المسيحية الكثير جدا من القبائل العربية الكبيرة، وهالشيء ساهم بشكل كبير في انتشارها، لا سيما مع وجود ممالك عربية مؤمنة بالسيد المسيح، مثل مملكة الغساسنة في سوريا، واللي كان لها دور كبير ومميز جدا في دخول المسيحية إلى عمق الجزيرة العربية واليمن، فشيدت الكنائس وأرسلت المبشرين، وكانت الكنيسة السورية في ذاك الوقت من أهم دعائم المسيحية وأكبر مراكزها في المنطقة. كما كان أيضا لحملات التبشير النشطة لمملكة المناذرة في الحيرة دور بارز وأساسي في انتشار المسيحية وترسيخها على امتداد الساحل الشرقي للجزيرة العربية، بداية من نهر الفرات إلى عمان. فمن الحيرة انطلقت الإرساليات المسيحية على الطريق التجاري نحو الخليج العربي، وعينت أساقفة وبنت مراكز للتعليم وشيدت الكنائس ونشرت الأديرة وامتدت الأسقفيات على طول ساحلنا الشرقي. ونذكر من المراكز المسيحية المنتشرة في ذيك الفترة أسقفية سماهيج، وأسقفية الخط، وأسقفية هجر، وأسقفية دارين، وأسقفية مازون، وأبرشية في قطر، والكثير من الكنائس المنتشرة في الإمارات والظهران والجبيل وعمان والكويت والبحرين. وإلى وقت قريب كانت جزيرة فيليكا أو فيليكا الموجودة في دولة الكويت مركز مسيحي معروف ومرموق ومشهور جدا على مستوى الخليج العربي. أما الحبشة
واللي انتشرت فيها المسيحية سنة 320، فكان لها الفضل الكبير في دخول المسيحية بقوة في أرض اليمن والحجاز. وكان المسيحيين في مكة يرجعون لعدة أصول، فمنهم الأحباش ومنهم الأقباط ومن أهل نجران ورعاية من المناذرة ورعاية من الغساسنة ومن أنباط سوريا وبعض الرهبان والتجار، بالإضافة إلى جماعة من سادة القوم كانوا على المسيحية مثل عثمان بن الحويرث وورقة بن نوفل بن أسد وعبيد الله بن جحش والكثير غيرهم. وتواجدت المسيحية في الطائف بعد وتبوك ويثرب، حيث كان للمسيحيين هناك ثلاث كنائس. ووصلت المسيحية إلى قلب الجزيرة العربية عن طريق المبشرين والرهبان والتجار المسيحيين. ومن الأماكن اللي قبلت المسيح في ذيك المنطقة نذكر دومة الجندل ووادي القرى واليمامة. ومن القبائل العربية المشهورة اللي قبلت المسيح بشكل كلي أو جزئي نذكر قبيلة تميم، إحدى أكبر القبائل العربية، وقبيلة بكر وتغلب بنو بكر بن ربيع، والمناذرة مؤسسي المملكة العربية جنوب العراق، والغساسنة مؤسسي المملكة العربية في الأردن وجنوب سوريا وحوران، وعندكم قبيلة طي وكلب وتنوخ ولخم، وغالبية قبيلة امرؤ القيس، وهم قبيلة عبد القيس على طول الساحل الشرقي في الجزيرة العربية، وجزء كبير من قبيلة كندة في الشمال، وربيعة وبنو أياد وبنو لخم، وجميع القبائل العراقية من أصول يمنية مثل تيملات وتنوخ وبني قضاعة وبني صخر في وادي القرى. أعزائي المشاهدين، بالأمس كانت أجراس ونواقيس الكنائس تضرب في أرض الجزيرة العربية، وكانت أسماء كعبد المسيح وعبد الفادي ويوحنا منتشرة بين أهلها الطيبين، وكانت الترانيم ترفع ويذكر اسم الله، وكان المسيحيين يحتفلون بأعيادهم، أعياد الميلاد والقيام والشعانين، ويقيمون الصلوات ويعمدون عيالهم ويحبون الناس ويمجدون المسيح. واليوم أبشركم يعود للمسيح عشرات الآلاف من أبناء الجزيرة العربية الأصليين في السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان والإمارات واليمن والعراق، وتعود معاهم نفس الترانيم ونفس الأسامي، ويحتفلون بنفس الأعياد ورجعوا يعمدون عيالهم. وفي كل يوم جديد يخلص المسيح نفوس جديدة تمجد الله وتقبل خلاصه، فعطية الله عظيمة وخلاصه كبير والحصاد كثير جدا ولله الحمد. كنا معاكم اليوم وبنكون معاكم الأسبوع الجاي بإذن الله. شكرا لكم وفي أمان الله.